طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في الجلسة الثانية من سلسلة البث المباشر تحت عنوان دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. ده اللقاء الثاني في السلسلة، وحيكون مع هيئة التقارن الحيوية والهندسة الوراثية، ولقاء الليلة مع الدكتور إلهام عبد القادر حسن الضوء. دكتور إلهام مدير هيئة التقارن الحيوية والهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث، عندها دكتوراه في التقارن الحيوية من جامعة الخرطوم، ماجستير الكيمياء الحيوية علوم الأغذية في كلية الزراعة جامعة الخرطوم، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية وعلوم الأغذية كلية الزراعة جامعة الخرطوم. عندها العديد من المنشورات العلمية في مجال التقارن الحيوية الميكروبية وطرق تطبيقها على أرض الواقع. نرحب بك يا دكتور إلهام في الجزء الثاني من سلسلة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. السلام عليكم، شكرا لك يا دكتور أنور، وأتمنى إنه يكون اللقاء ذو فائدة بالنسبة لكل الناس الحضور، وطبعا إنهم يعرفوا ما يدور بداخل هيئة التقارن الحيوية والهندسة الوراثية. مرحبا بك، احنا سعيدين بك، ويعني سعيدين جدا انه نعرف اكثر عن المركز القومي للبحوث اللي هو اعلى جهه بحثيه في السودان، وحتى بيفخر كل باحث وباحثه وكل طالب انه يكون عنده علاقه بها وصله بها. واحنا في مجموعه الباحثين السودانيين فخورين جدا ان نكون جزء من السلسله دي، على اساس انه الناس تعرف الجهود الكبيره والعظيمه اللي بيقوم بها الباحثين في السودان. قلنا انه في لقاء سابق انه التحديات والمشاكل اللي بتلاقي الناس في السودان بصوره عامه ما سهله، ففي خلال العتمه والمشاكل والتحديات والصعوبات كونه يكون في بحث علمي ويكون في باحثين زملائنا شغالين يعني في الظروف زي دي برا يعني حاجه عظيمه يستحقوا عليها التقدير يعني. فدكتور إلهام كده ادينا فكره عن هيئه التقارن الحيويه والهندسه الوراثيه. طيب، بالنسبة لهيئة التقارن الحيوية والهندسة الوراثية، هي هيئة تم إنشاؤها في فبراير عام 1993 بالمركز القومي للبحوث لإجراء البحوث في مجالات التقارن الحيوية المختلفة. ويعني يمكن هيئة التقارن الحيوية منذ إنشاءها كانت بتقوم بدور بحثي وأكاديمي حتى بالنسبة لطلبة الجامعات. نعم، النشأة بتاعت الهيئة يعني 200 نشأة، الظروف بتاعت النشأة لو عندك عنها أي فكرة. والله هي يعني زي ما قلت لك نشأت في 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 1993، وحتى لما بداية نشأتها كان فكرة التقارن الحيوية أساسا حتى بالنسبة للناس يعني هي فكرة جديدة، والناس كلها كانت بتسأل يعني ما هي التقارن الحيوية، الهيئة دي عملتوها عشان تعمل أيوة. فالفكرة ذاتها كانت غريبة، والناس كانت بتسأل يعني شنو أبحاث في مجال التقارن الحيوية. يعني أساساً ممكن أوضح لكم يعني شنو تغنية حيوية. فتغنية الحيوية هي أي تغنية بتستغل أو بنستخدم فيها خلايا حية، إذا كانت خلايا حيوانية أو نباتية أو خلايا من مايكرو أورجانيزم، عشان ننتج بها منتج أو سلعة أو خدمة أو يعني مواد خام للصناعة أو نحل مشكلة أو كده. فأي تغنية بتعتمد بيزيكالي على الكائن حي أو خلية أو جزء من كائن حي هي تغنية حيوية يعني. والتغنية الحيوية طبعا يعني بالنسبة لنا ماشي غريب، الناس بتعرفه لكن ما بتعرف المسمى. يعني التغنية الحيوية دي يعني بتبتدي من الشغل بتاع الفيرمنتيشن العادل في البيوت لغاية الشغل بتاع إنتاج الأمصال والأدوية ولغاية الشغل بتاع الاستنساخ، كل دي بتقع تحت مظلة التقارن الحيوية.
الشغل بتاع الاستنساخ ده برضه في التقارن الحيوية، الكلونينج والنعجة دولي والحاجات دي. دي كلها فروع من التغنية الحيوية. أي تغنية بتعتمد على كائن حي هي تغنية حيوية. ممتاز جدا جدا. طيب بما انه يعني البحوث بتاعتكم الاطار بتاعها واسع كده ومن 93 لحد هسه فتره طويله، المعهد شنو الهيئه شنو البحوث بتاعتها المساهمات بتاعتها فيها كم باحث هسه حاليا الهيئه؟ الهيئه حاليا عدد الباحثين فيها او في قطاع الباحثين عندنا 35 باحث، من مساعد باحث لأستاذ باحث لأستاذ باحث مساعد إلى باحث مشارك إلى بروفيسور، وكلهم يعني بيغطوا مجالات التقانة الحيوية المختلفة. أدوارهم بتختلف من يعني بيأدوا أدوار بحثية وفي نفس الوقت عندهم مساهمات أكاديمية بالنسبة لطلبات الجامعات. أنواع الأبحاث عندنا ذات مختلفة باختلاف التقانات الحيوية المختلفة. ممكن بعد شوية برضو نوريكم الأقسام الموجودة عندنا في الهيئة يعني، وعلى أساسها ممكن نعرف الأرياس اللي بنشتغل فيها عموما. طيب الأقسام شنو الموجودة في الهيئة؟ أريد لو مريت على. طيب نحن في الهيئة عندنا 5 أقسام بتغطي مجالات التقانة الحيوية المختلفة. قسم التقانة الحيوية الميكروبية، وده قسم بيعنى بإجراء البحوث اللي بتعتمد بيزيكالي على الميكروبات، والميكروبات دي ممكن تكون بكتيريا، فطريات، أي مايكرو أورجانيزم، عشان ما يحل مشكلة اقتصادية، بيئية، صحية، تغذوية، وتبر المشكلة شنو، لكن بيزيكالي بتعتمد على المايكرو أورجانيزم. طيب الجسم ده فيه عدد من الباحثين، منشورات في مجال من الأبحاث الجارية في الجسم ده. أنواع الأبحاث عندنا في الجسم ده، عندنا المشروع بيختص بالميكروبات الاقتصادية اللي هي بنشوف أقصى استفادة حيوية ممكن نتحصل عليها من الميكروبات الاقتصادية دي، ومنها في عندنا مشروع بيختص بإنتاج الإنزيمات من الميكرو أورجانيزم، إنتاج المضادات الحيوية، إنتاج المنظفات. عندنا مشروع برضو بيختص بالإصحاح البيئي باستخدام مجموعة من الميكرو أورجانيزم اللي هي بتعمل على إزالة أو يعني مكافحة التلوث البيئي اللي بيجي عن طريق الملوثات زي البقع البترولية وغيره. من أهم المشاريع في الجسم ده عندنا مشروع بيختص بإنتاج الخمائر، خميرة، وبذات عندنا خميرة الخباز اللي هو بتستعمل في صناعة الخبز العادي دي، اللي هو الجسم وبحمد الله يعني قدرنا نستنبط خمائر من بيئات محلية قدرت تنتج لنا إنتاج عالي جدا جدا، في نفس الوقت هي متأقلمة على الأوضاع عندنا في السودان، فبالتالي تكلفة إنتاجها وتخزينها بيكون منخفض، بالإضافة لانه نحن انتجناها باستخدام المشروع ده. حاليا عندنا خماير بمواصفات عاليه. انتوا انتجتوها باستخدام شنو معلش؟ حتى شوي راح. نعم. بس يا ريت لو تعيد الجزئيه الاخيره دي، بالاضافه لان طيب. انتجتوا خميره باستخدام. طيب يعني عشان ننتجها وعشان نخزنها ما حيكون في تكلفة عالية، بالذات انه نحن اساسا بننتجها من الملاص اللي هو باي برودكت من المصانع،
فالخميرة اللي أنتجناها دي والحمد لله أسا بقت نواة لحاضنة تم تمويلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عشان نعمل لنا بايلوت بلان اللي هو مصنع مصفر لإنتاج الخميرة دي عشان بعد كده تنتج تجارياً. وكنا أكثر حظاً إننا لقينا وعد يعني سخي جداً من وزير الصناعة إنه وعدنا إنه ينشئ لنا مصنع كامل لإنتاج الخميرة في السودان بناءً على نتائج البحوث بتاعتنا في الليسين. فأسي حالياً المصنع ده دراسة الجدوى بتاعته جارية و بنتمنى إنه يلقى النور في الفترة القليلة القادمة إن شاء الله. يعني في فترة قدر شنو؟ لأنه السودان بيستورد. عندنا جزئية في إنتاج من الأكتيفيتيز بتاعت الخمائر اللي هو في إنتاج الإيثانول من الخمائر السودانية. فدي يمكن الحاجات المين في الجسم ده، بالإضافة لأنه نحن بنعتبر أنه الجسم ده أو نحن بنأمل أنه الجسم ده يكون نواة لتكوين بنك للثروة الميكروبية مستقبلا إن شاء الله. ده الجسم الأول. أنت ذكرتي يعني حاجات جسم لو سامعاني يا دكتورة إلهام، زراعة الأنسجة والخلايا النباتية. سامعاني دكتورة؟ ده أو شغله بيعتمد مينلي على زراعة الأنسجة. زراعة الأنسجة طبعا برضو يعني في ناس كثيرين بيسألونا يعني شنو زراعة أنسجة نباتية. زراعة الأنسجة النباتية عادة بتتم بأننا بناخد جزء من النبات، يعني إذا كان جزء من الورقة، جزء من الساق، جزء من الجزر، جزء أو غمة نامية أو برعم أو whatever الأريا دي، وبننميها في وسط غذائي صناعي. الوسط الغذائي الصناعي ده بيفيه كل الاحتياجات بتاعة النبات عشان يكون جذور أو يعمل سيقان، بالإضافة لأنه بنحطه في ظروف بيئية موائمة من إضاءة ودرجة حرارة ورطوبة بتختلف باختلاف السبب اللي احنا دارين ننتج به البلانت دي. والأسباب عشان ما ننتج البلانت دي بتختلف، يعني مرات بننتجها بغرض الميكرو بروباجيشن اللي هو الإكسار الدقيق بذات ده بنعمله للنباتات اللي بيصعب إكسارها بالطرق العادية، أو بتكون هي نباتات نادرة أو أساساً ما موجودة في السودان فبتحتاج لجو معين عشان تنبت، أو برضو بنستخدمه عشان ننتج الكلصة اللي هي الخلايا الغير متميزة. غير المتميزة دي بنستعملها في شنو؟ بنستعملها بعدينك عشان نطلع منها المركبات الأيضة الثانوية، بنستعملها بعداتها في يعني صناعة الأدوية كمادة خام لصناعة الأدوية أو المواد التجميل أو إبر الغرض منها شنو. نعم. برضو تقنية زراعة الأنسجة بنستخدمها لما نكون عايزين ندخل دكتورة. سامعنا دكتورة؟ بنستخدمها لما نكون عايزين ندخل صفات معينة للنبات اللي هو مثلاً دايرين نبات مقاوم لبعض الآفات، دايرين نبات إنتاجية بتاعته عالية، دايرين يعني اللي هو بيدخل فيه جزء من الشغل بتاع الجينيتيك انجينيرين او الهندسه الوراثيه دي كلها. وبالاضافه لفي بعض في عدد كبير من الابلكيشنز اللي بنستخدمها بيزيكالي من زراعه الانسجه في الجسم ده. برضه في عدد كبير من 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 المشاريع البحثيه، مشاريع بتختص بالشغل بتاع الإكسار الدقيق للنباتات، ومشاريع بتختص باللي هو إنتاج السكندري ميتابولايتس أو المركبات الأيضة الثانوية، ومشاريع برضو اللي هو الشغل بتاع تحسين وراثي
فالباحثين في القسم ده شغالين في عدد كبير جدا من النباتات، ابتداء من نباتات الزينة، مرورا بالنباتات السيريالز اللي هو زي الذرة والقمح، وبرضه شغالين في التشيكبي اللي هو الحمص، وشغالين في عدد كبير جدا من النباتات لغاية نباتات الأول أشجار الغابية. نعم يا دكتور. احنا طبعا جبال يعني استرعى انتباهنا القسم الاول اللي هو المعني، فيه كلمات مفتاحيه ممكن لاي باحث ولا اي يعني سوداني مهتم بمواضيع مثلا زي الطاقه، موضوع بتاع الايثانول، زول مهتم بالصناعه، الموضوع زي الخميره. تمام، خليك تكمل الاجسام كلها دكتوره وبعدين نجي لاسئله ان شاء الله. دكتوره في شغالين في الحمص، شغالين في بواسطه التقنيات المختلفه من زراعه الانسجه وال الشغل بتاع التوريث او شغل بتاع الاحياء الجزيئيه المختلفه. برضو من الجسم ده نحن حاليا نحن ما عندنا حاضنه، لكن قدمنا مقترح لانشاء حاضنه، والمقترح حاليا قدمناه لوزاره العلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أساس إنه نحن بنطمح إنه يعني نعمل حاضنة لإنتاج لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية. وطبعاً الحاضنة دي بتتيح لنا الفرصة إنه غير الإنتاج بتتيح لنا الفرصة إننا ندرب عدد كبير جداً من المهتمين في القطاع الخاص والعام. هذا فيما يخص قسم زراعة الأنسجة. وطبعاً الأبحاث كثيرة جداً في القسم ده، وعندهم عدد مهول جداً من الأوراق العلمية المنشورة. ثاني عندنا قسم الأحياء الجزيئية. القسم ده برضو فيه باحثين مميزين عندهم أبحاث منشورة في مجالات الأحياء الجزيئية المختلفة، وعندهم أبحاث برضو في القمح، في السمسم، وفي السويت سورغم. الجسم ده عموما برضو بيهتم بدراسة الدلائل الجزيئية واستخدامها في تصنيف النباتات من نباتات حقلية وبستانية وغابية. برضو بيهتم بالشغل بتاع الوراثي، وعنده عدد من الأبحاث في هذا المجال. عندنا قسم الكيمياء الحيوية. الجسم ده بيختص بإعداد وتنفيذ البحوث في مجالات الكيمياء الحيوية المختلفة. من اللي حاليا هو بيشتغل الشغل بتاع استخلاص للمواد الفعالة من النباتات مثلا أو من الأحياء الدقيقة، وبيستخدمها كمواد خام لتصنيع الأدوية أو لتصنيع المبيدات أو لتصنيع أشياء تجميلية.
فالجسم ده فيه عدد برضو من الأبحاث وشغالين في عدد كبير جدا من النباتات، منها النباتات الغابية ومنها النباتات البستانية ومنها نباتات أو أشجار أو نباتات الطبية والعطرية. الجسم الخامس اللي هو جسم التغانة الحيوية الطبية، وده جسم بيعنى باستخدام التغانة الحيوية في حل بعض المشاكل الصحية في السودان. يمكن الجسم ده هو الجسم اللي عنده علاقة مباشرة بالصحة، فعشان بيهتم بالأمراض والأوبئة، وعنده إسهامات كبيرة في الأمراض الوراثية والوبائية. عندهم شغل في الكانسر، عندهم شغل في الأمراض الفيروسية زي الروبيلا والمامز، عندهم برضو يعني بيعملوا سيرفيس عشان يشوفوا علاقة السرطانات بالإصابات الفيروسية الأخرى. فعندهم عدد من الأكتيفيتيز، بالإضافة لأنه الأجسام الهيئة كلها يعني الأبحاث فيها، يعني مثلا البحث بيبتدي في جسم، ما كله بيتم في نفس الجسم، فهي زي حلقة يعني جزء بتبتدي في الجسم الفلاني، بعد لما تصل للإند بوينت بتاعتك بالجزئية البعديها ممكن يتمها باحث في جسم ثاني من الهيئة، أو باحث من حتى من انستيتيوت او معهد ثاني. فده طريقه العمل عندنا في الهيئه كده. ملتي ديسيبلينري ابروتش، خمسه اقسام بتاعتنا في هيئه التغانه الحيويه والهندسه الوراثيه كشيء مختصر. ما شاء الله، يعني دكتوره انت عندك مسؤوليه كبيره جدا بتاعت اداره لاقسام مختلفه وباحثين مختلفين. مسؤولية كبيرة، غير ربنا يعينك إن شاء الله يا دكتورة. طيب كمية الأبحاث اللي بتكون منشورة في السنة عندكم في الهيئة قد شنو؟ الأبحاث يعني السنوية بتطلع من الهيئة بالأقسام الخمسة دي تقريباً قدر شنو؟ وهل النشر بتاعكم بيكون محلي ولا دولي؟ طبعاً ده برضو مرتبط بسؤال بأنه هل عندكم أي شراكات علاقات دولية مع معاهد شبيهة، هيئات شبيهة ولا مراكز بحوث؟ يا دكتور أنور، معلش بس عيد السؤال لأنه أنا ما قادرة أسمع. ولا يهمك. يا أسي سامعة تمام؟ أيوه. تمام. قلت إنه عندك خمسة أقسام بتديريهم وفيها كمية بتاعت باحثين، وبالتالي بحوث بتنشر وكده. مسؤولية كبيرة عليك يعني في إدارة عملية البحث العلمي نفسه، إدارة الهيئة. فتوقع إنه الخمسة بحوث دي بالأبحاث المختلفة ونوعية البحوث اللي بتجري فيها، في عملية بتاعت نشر بتكون كبيرة سنوياً. فتقريباً بيتكلم على كم بحث ممكن ينشروا سنوياً في المجالات المختلفة دي؟ معلش، سمحت لغاية إنك تقول إنه بتوقع إنه يكون في نشر علمي أو بحث. تقريباً كم بحث بينشر؟ سنويا. والله هي بتختلف طبعا، بتختلف باختلاف الاكتيفيتيز بتاعه
الباحثين وكده، لكن عموما يعني في الهيئة سنويا بيكون يعني فيما يقارب ما بين 15 20 ورقة علمية سنويا. تمام، الأوراق هل بتنشر في مجلات محكمة محليا ولا دوليا؟ في مجلات علمية محكمة، بالإضافة لأنه الباحثين أنا عندهم مشاركات في المؤتمرات، السيمينارات، يعني أكتيفيتيز مختلفة. تمام، طيب هل عندك مشاركات دولية مع مراكز بحوث ولا معاهد ولا هيئات؟ طيب بالنسبة للشراكات الدولية، نحن عموما في الهيئة دي هي بتمثل نقطة الارتكاز أو الفوكال بوينت بتاعت الـ ICJEP أو المركز العالمي للتقان الحيوية والهندسة الوراثية اللي هو مغره بترايستا بإيطاليا. والناس لو دخلت الموقع بتاعهم بتلقى إنه الناس دي عندهم activities بيغطوا كل الاكتيفيتيز بتاعت التقان الحيويه بما يخص النباتات او المايكرو اورجانيزم او الحيوانات او كده. فهيئه التقان الحيويه هي بتمثل نقطه الارتكاز للاي سي جيب في السودان هنا ده. نزل عندهم شورت كورسز وبيدعموا البحوث وطلبه الدراسات العليا. بالإضافة لكده الهيئة برضه بتمثل السودان فيما يخص التقانة الحيوية، وفي بالنسبة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي، وكان عنده إسهامات كبيرة في مجالات التقانة الحيوية في اتحاد مجالس البحث العلمي العربي. ويعني حتى الباحثين مننا أو من الجهات الثانية الجامعات السودانية كانوا بيشاركوا في أو كان عندهم مشاركات واضحة جدا في كل الأكتيفيتيز بتاعت اتحاد المجالس العربية للبحث العلمي ده. بالإضافة لأنه يعني حتى الباحثين بتاعنا بيمشوا مثلا يعملوا الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه أو حتى جزئيات من الماجستير في دول في أوروبا أو في اليابان أو في أي دولة، فبيجونا راجعين غير المعرفة والخبرة الأكاديمية، فبيجونا بعلاقات برضو. العلاقات دي بتستمر وبتكون يعني على التواصل بيننا وبين الجامعات دي مستمرة. تمام، الصوت بعيد شوية. طبعا داخلين في السودان يعني. نعم، داخلين في السودان. الجامعات الحكومية والخاصة عندنا تعاون كبير جدا جدا بيناتنا، ويعني حتى بالنسبة للأبحاث عندنا عدد من الأبحاث العلمية بنكون in collaboration بيننا وبين الجامعات ومراكز البحثية. تمام، طيب سؤال، إذا كان الناس عندها يعني علاقات مع مركز في ترايستا في إيطاليا والباحثين الشباب بيمشي يعمل الدراسات العليا في دول كثيرة بيجوا راجعين بخبرات وشبكات وكده، حاجة زي الحاضنة بتاعت الأعمال وحاجة زي المصنع البايلوت بتاع الخميرة. السودان بيستورد خميرة بملايين الدولارات كل سنة، في حاجة فعلاً ممكن تعمل في السودان وتثبت بالبحث بتاعك. ليه ما في شراكة مع القطاع الخاص؟ يعني أنا لاحظت أنك أنت ذكرتي وزارتين، التعليم العالي والصناعة، لما أشرت لحاجة ممكن يكون عندها يعني فائدة تجارية كبيرة وهي مبنية على البحث العلمي. ليه ما في شراكة مع القطاع الخاص في حاجة زي دي؟ يعني مثلاً أفكر أسي في شركات بتنتج الدقيق والمخابز والحاجة زي دي. ليه مثلا ما في شراكه ما بين هيئه التقانه الحيويه والهندسه الوراثيه واتحاد المخابز مثلا في السودان؟ اكبر مثال بتاع خميره. والله هو طبعا سؤالك ده منطقي، لكن
نحن حاليا او القطاع الخاص حاليا يعني في السودان ميال اكثر للصناعات الخفيفه والعائد بتاعها سريع، ف يعني لسه ما بياخذوا الريسك في انتاج يعني استخدام نتائج الابحاث في القطاع خاص يعني. لكن هسه انا بتوقع بعد ما ننتج او بعد ما ننتج الخميره بتاعتنا بواسطه المصنع الحقيقي نشؤه لنا ناس وزارة الصناعة، فبتوقع إنه القطاع الخاص حيزعى إنه يأخذ التشالنج إنه يعني يدخل في 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 صناعات زي دي. فلكن برضو حتى بالنسبة ده بالنسبة للخميرة، لكن برضو في 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 القطاع الخاص دخل معانا في في يعني تجارب يمكن متفرغة فيما يخص الشغل بتاع زراعة الأنسجة. يعني بيجون الناس الصغار المنتجين، يعني ما بلارج سكيل لكن قاعدين يجون صغار المنتجين بيقول لنا دايرين نعرف عن تقنية زراعة الأنسجة. الواحد بيكون داير يعمل له هو جرين هاوس ودار ينتج بصورة تجارية، فقاعدين ينجحوا يعني تحقق نجاح كبير. يعني الناس بدأت في الدرب سايرين زي ما بيقولوا. تمام ممتاز. أسي تقولي إن الناس غير المنتجين بيجوكم، هل عندكم أي خطة لأنكم أنتم تمشوا لهم يعني كنوع من الماركتينج للحاجات المنتجة من البحوث؟ طيب قبلي كان في 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 حديثي عن القسم بتاع زراعة الأنسجة قلت نحن بصدد إنشاء حاضنة لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية. طيب الحاضنة دي فكرتها شنو؟ الحاضنة دي فكرتها الإنتاج والإعلان برضو عن المنتج والتسويق له والتدريب. التدريب ده بيشمل القطاع الخاص والعام الاثنين. فبواسطة الحاضنة دي إن شاء الله يعني من السهولة جدا إننا حنقدر نصل للمنتجين لغاية محلهم يعني بالتدريج التغنية دي حتنتشر والناس حتكون يعني من السهل جدا إن الواحد يقتني له بيت محصن أو زجاجي وينتج لنا شتول بواسطة زراعة الأنسجة وكده. فدي الطريقة اللي حنصل بها للمنتجين إن شاء الله. طيب لو أنا سيدي عندي قروش، أنا مغترب قروش راقدة، داير أجي أقوم أستثمر في الخميرة بتاعت الضحكات، طبعا في الضحك طوال صح؟ بالذات للباحثين والأساتذة الجامعات وكده. أها داير أستثمر أنا في الخميرة دي، قلت لها إنه والله يا أخي أنا مؤمن تماما بمقدرات شباب الباحثين والباحثات السودانيات في هيئة التقارن الحيوية والهندسة الوراثية، فداير أستثمر. هل عندكم المجال ده ولا حاخش ليه في بيروقراطيه بتاعه حكومه وابروفلز ودقائق يستنوا شنو؟ طيب انت اذا قدرت تستثمر في المجال ده يعني هو ما في حاجات كده لازم تمر بها. نحن ممكن نمدك بالتكنيكال نو هاو كامل، يعني ممكن نوريك انك بتنتج كيف، المصنع بتنشئه كيف، الطاقه الانتاجيه حتقدر تحسبها كيف اكوردنج رأس المال المتاح بالنسبة لك أنت. الترند الحاصل أسي حالياً الناس بقت بتشجع المنتجين بالذات إذا عايز تنتج لنا خميرة من الخمائر بتاعتنا اللي يعني استنبطناها نحن، فما حتلاقيك مشكلة بالنسبة للتكنيكال نو هاو نحن جاهزين. بالنسبة للتمويل انت قلت عندك التمويل كامل. بالنسبة للبيروقراطية اللي انت بتتكلم عنها دي ما افتكر انه في مستقبل حيكون فيه، لانه هذا نحن عندك مثال انه هذا وزير الصناعة اول ما عرف انه نحن عندنا خميرة وجاهزة للإنتاج فوالي بادر في انه خلاص ندعمكم، فبالتأكيد حيدعم المنتجين ان شاء الله. تمام، نحن بنأمل إنه إن شاء الله يكون يعني
لو الناس عبر الشبكات بتاعتها بتاعت المعارف الزملاء الشركات لقى فرصة بتاعت إنه يجيب مستثمر يكون بس الحاجات يعني واضحة والعلاقة لأنه أسي الدور بتاعكم هيكون دور استشاري مثلا بتكنيو هاو وفي الوقت ده بتستفيدوا شنو من ناحية بتاع الدخل للهيئة نفسها أو المركز القومي للبحوث هل الحاجات دي القوانين فيها واضحة الملكية الفكرية intellectual property منو عنده شنو هل في محامي قاعد طوال جاهز عشان يمضي العقود تتوثق في الخارجية والسفارات الحاجات دي جاهزة بالضرورة يعني نحن إذا المستثمر ده جاء واستغل أو يعني حيشتغل بمنتج من الهيئة بالتأكيد لازم يمر سرو الغنى بتاعت الملكية الفكرية لأنه يعني في المنتج ده بالتأكيد المركز القومي للبحوث عنده الحق الأدبي وجزء من الحق المادي وده ممكن يكون جزء من العائد بتاع البحوث وبشجع الباحثين إنه ينتجوا أكثر أو يعني ينتجوا تقانات جديدة فده حق مشروع في كل العالم إنه يعني الباحثين عندهم الحق الأدبي والمادي في بعض لكن طبعا دي بتعتمد على القانون الشغال في البلد أو يعني النسب أو حاجات زي دي فدي كلها يعني حاجات واضحة وبتتلقي عند الناس الملكية الفكرية بيوروك إنه أنت مالك ولا عليك شنو. نحن معانا بروفيسور زينب عثمان مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. شرحتي. الله يسلمك. شكرا لك وشكرا لك ثاني دكتور انور بس معليش انا في الحته دي يعني حبيت اعلق يا ريت يعني لانه طبعا انت عشان تدخل في شراكات مع القطاع الخاص لازم تكون عندك سياسات يعني سياسات تحت المؤسسه فدي نحن عملناها يعني وضعنا سياسه للملكيه الفكريه لكن بس السياسه دي ما اجيزت يمكن كمان يعني دكتورة إلهام لينا مديرة جديدة يعني جات يعني قريب على الإدارة ولسه مجلس نحن ما عندنا لسه مجلس الإدارة بتاعنا مجتمع ففي عدد من السياسات اوريدي اتعملت اللي مثلا الملكية الفكرية عندنا سياسات لها عندنا قانون المركز ذاته في الباب الخامس بتاعه بيحدد يعني شكل الشراكات بين الباحث والقطاع الخاص بيحددها لكن برضو نحن حسينا إنها في القانون ما مفصلة ما القانون طبعا ما بيفصل لك أي شيء بالدكة أوتلاين فعملت سياسة وهي بس في فور الإجازة يعني فدي بتسهل لنا التعامل مع القطاع الخاص شديد يعني غير كده نحن برضو هسي بنراجح في القانون ولو تذكرنا في اللغة المعاي قلت في القانون ما بنقدر نعمل ستارت اب يعني سبين اوف اللي هي الشركات اللي ممكن تعملها يعمل المركز مع مؤسسات مختلفة في القطاع الخاص فبرضو نحن في طور تعديل القانون يعني في لجنة برضو شغالة في القانون لأنه أصلاً دي سنة تعديل قوانين ولوائح ويعني حاجات زي دي يعني فدي كلها إن شاء الله حتتعدل وتكون جاهزة والسياسة بس جاهزة بس تجاز يعني فبس حبيت يعني أطمن الناس إنه بعد شوية يعني نحن حنكون جاهزين للتعامل مع القطاع الخاص بصورة بروفر ومن خلال سياسات واضحة يعني. نعم شكرا لكم الله يديك العافية يا بروف لأنه طبعا الكوميرشاليزيشن دي هل فرصة بتاعت الاستدامة للتمويل البحوث لأنه أعتقد أنه ما في يعني إلا يكون في ضمان اجتماعي ولا اسمه شنو ده صندوق معاشات ولا حاجة زي دي عشان تقوم تستثمر في بحوث في بلد مثلا زي السودان عامة بيكون القطاع الخاص عنده انترست أكبر وفعلا أنا بتكلم يعني السؤال ده سؤال جينوين بتاع إنه أسي لو في أي مغترب المغتربين ده بيجي الواحد فيهم بينتهي بالحال في إنه سايق له ترحال ولا ما عارفين يعملوا شنو يعني it makes sense بالنسبة لهم إنه يستثمروا في حاجة لها علاقة بالبحث خصوصا لكونسيومبلز زي الخماير والحياة زي دي مش كده؟ الأواصل أنا بالضبط كده في الحتة دي أي بالضبط كده لكن كمان برضو يا دكتور أنور نحن هنا يعني بيجوا ناس القطاع الخاص ده الكتار يعني مثلا نحن عندنا تجارب معهم في الخشب المضغوط والورق
بنلاقيهم وبنديهم يعني كل المعلومات المفروض وكذا، لكن في النهايه بنحسبهم ما جادين يعني. يعني حتى فتره كده نحن بقينا نقول انه اي زول عزيز لاقينا بنديتها، على انه بتلقى في النهايه زمن قضاع واجتماعات كثيره وماشيين وجايين، وتقول لهم الحاجه دي بتحتاج لراس مال ويعني كبير وكذا، ده انت بتديهم الحقائق. فللأسف الشديد دي برضو مرات بتكون خصمة على زمنك يعني. طبعا نحن بنشوف والمفروض دورنا ننور، لكن صراحة بيجوا الناس وفي النهاية يعني end up with nothing، يعني ما في حاجة، لأنه يمكن نحن ذاتنا، أنا زي ما قلت يمكن الثقافة ذاتها بتحت الناس تمشي لمراكز البحوث، ونحن ذاتنا نسوق منتجاتنا ليهم وكذا، يمكن دي لسه ما اتخلقت. برضو نحن أنشأنا هيئة لنغل وتوطين وتوطير تطوير التقانة، فالهيئة دي دورة إنها تعمل بروموشن. يعني الهيئة برضو يعني تحت الإنشاء اتوضع الهيكل بتاعها، محتاج لشوية يعني تعديلات، يعني لسه نحن بننشئ فيها، وعلى رأسها في واحد من البروفيسور يعني. فنحن زي يعني بدينا، زي ما تقول بدينا نهيئ الانفراستركشر بتاعتنا اللي بتساعد على البروموشن بتاع البحوث، وتساعد على يعني اللقاء بالمنتجين او الناس اللي ممكن يستغلوا التقانات وكذا. لكن برضو نخد في بالنا انه قطاعنا الخاص ذاته ما جاهز. يعني انا في اللقاء بتاعي قلت لكم نحن اغلبنا صناعات صغيره، زبادي وبسكويت وكذا، فيعني القطاع الخاص ذاته لسه ما جاهز. لكن احنا كل مره بنطرق ابوابه ونحاول يعني نستوعبه معانا، ونحاول يعني نمد له يدنا، ونحاول يعني ننشر تقاناتنا وكذا، ونشوف يعني الدور اللي علينا نحن بنعمله يعني. اللي هو انه نجهز الانفراستراكشر ونطلع للكوميونتي تساعد على نشر التقانات. والله ان شاء الله نعمل نعمل ذلك. شكرا يا دكتور. الله يديك العافيه. انت عارفه يعني الموضوع بتاع انه الناس اللي قاعدين برا السودان، وبقت في كميه بتاعت مبادرات بتاعت استثمارات جماعيه بين كميه بتاع الشباب، وانا بعرفهم يعني. طيب السؤال الثاني يا دكتور الهام، الان انا موجود في الدوحه في قطر، تمام، حواليني في كميه بتاعت جامعات وكذا وكذا، وفيها مراكز بحوث وكلام زي ده. هل عندكم علاقات مع الجامعات دي؟ في كميه بتاع الزملاء موجودين في السعوديه، في الامارات، في سلطنه عمان، في كل الدول دي. هل الناس الموجودين في المركز بذات اللي بيطلعوا، انا عارف انه في هجره بتاعت ادمغه كبيره، ومتاكد انه حيكون تسربت منكم كميه بتاعت عقول، هل بيحصل شراكات بواسطه افراد يعني النتورك بتاعت الساينتست نفسهم؟ والله زي ما انت قلت، فعلا كانت الفتره اللي فاتت دي الاخيره دي كان في هجره، في هجره بتاعت عقول مشت لعدد من الدول العربيه. صلتنا بالناس دي ما انتهت. ف يعني مره كثير مثلا بيكون عندنا بيكون اساسا هم بيمشوا بيشتغلوا في جامعات وفي مراكز بحثيه برا، ف يعني التعاون بيننا وبينهم لسه قائم. وفي بعض الاحيان مثلا لما يكون عندنا اكتيفيتيز سيمينارات دورات تدريبيه، مرات في بعض الاحيان بنستعين بهم، فالعلاقه بيننا وبينهم ما انقطعت. وبنتمنى انه الوضع في السودان يبدا جاذب ويرجعوا ثاني للهيئه التغارب ان شاء الله. هذه اساسي بعد ساعتين ان شاء الله في المؤتمر ده، والناس معول عليه كثير في انه خدت يعني شويه كده دي الناس نفس يعني. ان شاء الله ربنا يبلغ المقاصد ويوفق. دكتور الهام، انا صراحه كده بقولوا سالتك اسئله تعسفيه كثيره، لكن يا هدو متوقعين اننا كباحثين هم مهمتنا انه نسال اسئله صعبه ونحاول نفتش اجابات وحلول مع بعض. يعني احنا في مجموعه الباحثين السودانيين، وانتم المركز القومي للبحوث، كلنا مجموعه واحده، كلنا مجتمع سوداني بيفتش في حلول لمشاكل كثيره وقائمه، وكلنا عندنا يعني الامل بانه الطريق بتاع البحث العلمي ده والجدوى بتاعته يعني تظهر للناس في شكل منتجات وخدمات يعتمدوا عليها ويثقوا في كلامنا، ويكون كلام نهائي ان شاء الله. شاكرين لك يعني الاريحيه بتاعتك، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هيئه.
شكرا لك دكتور إلهام. الله يبارك فيك يا دكتور. الله يديك الصحة والعافية. وأتمنى الناس تقدر تستفيد أو عرفت ما يدور في هيئة التغاني الحيوية والهندسة الوراثية التابعة للمركز القومي للبحوث. وأتوقع إنه يعني الناس بعد كده يعني بتوقع إنه الناس ما حتسأل الآن وأفتكر حاجات بقت واضحة جدا للمشاهدين. إن شاء الله يعني الناس تزوركم بعد الجائحة مباشرة وتشوف كل المنتجات وكل الخدمات الممكن يقدمها، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونواصل إحنا في السلسلة بتاعتنا بتاعة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. شكرا للجميع المتابعين عبر مجموعة الباحثين السودانيين. شكرا لك كثير. نشوفكم في سيمينار المساء إن شاء الله عن أمن المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله.